كلنا اتبسطنا وسعدنا بأن لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أشادت بالمصري واعتمدت أوراق المهندس هنا بريد وقالت لك أنه إيه استيفاء كافة شروط النزاهة، واستبعدت مين؟ استبعدت كونستانت عماري اللي هو رئيس الاتحاد الأفريقي بالإنابة، استبعدت قالت لك ده ما يخش الانتخابات، لكن هنا بريد يخش الانتخابات ليه؟ استوفى شروط النزاهة. والتاني أحمد طبعا استبعدته، واستبعدت الجزائري فخر الدين زاتشي. لجنة ايه؟ لجنة المراجعة في الفيف اللي بتراجع ورق الناس، قالت لك كونستانت عماري اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي الحالي بالإنابة ما يخش، ولا أحمد ولا الجزائري فخر الدين زاتشي. ودخل المهندس هاني بوريد، ودخل فوزي الأقجع اللي هو المغربي. ماشي، هنا يجب ان احنا نتفخر ان في مصري مشرف مصر. نختلف على اداء ونقول حلو ونقول وحش، مش عارف يدير القرار ده صح القرار ده غلط، لكن نتشرف بوجوده في اكبر مؤسسة رياضية في العالم هو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. فقالوا ان هو استوفى كل الشروط، وبالمناسبة لما ينجح في المجلس الاعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي في الفيفا بيبقى بالتبعية عضو في الكاف، وده يعني شيء فخر لنا كلنا ان يبقى موجود. دلوقتي نسبة نجاحه قد ايه؟ 90%. يا عم 90% ليه؟ لان في 3 مترشحين هياخدوا منهم 2، هنا بوريدا وفوز الاقجع والغيني جوستافا، برضو يستوفى اوراق الترشيح، لكنه ليس بقوة هنا بوريدا ولا بقوة فوز الاقجع، فالاثنين عاملين مع بعض تحالف انتخابي، المهندس هنا بوريدا والمغربي فوز الاقجع. الانتخابات هتبقى في 12 مارس اللي جاي باذن الله تعالى. انا مبسوط ان يبقى بتراجع، بص اسمها ايه، لجنة المراجعة واستيفاء شروط النزاهة، عجباني، مشرف مصر، يجي هنا نقطع في بعض، لكنه ممثل رائع لمصر على المستوى الدولي. يعني لما لو استبعدوه نحس كده بالخزي، نحس بالعار، لكن لما يختاروه ويبقى عنده فرصة ويتواجد ده شرف كبير جدا جدا لمصر. وانا عاوز اقول ان هنا بريدة في الفيفا او في الكاف من 2004 وفي الفيفا من 2011 والكاف في نفس الوقت، وبصراحة مشرفنا جدا. هو ماسك مناصب كتيرة جدا، هنا بريدة ماسك العضو المكتب المجلس الاعلى في الفيفا والمكتب التنفيذي في الكاف، وعضو ونائب رئيس عضو الاتحاد العربي لكرة القدم، ونائب رئيس اتحاد شمال افريقيا، ودي كلها مناصب يعني تشرفنا، لكن المهم ان تنعكس ايجابا 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 على الكرة المصرية. برضو النهاردة مصر طلبت تنظيم بطولة افريقيا المؤهلة الى كأس العالم للشباب 2023 اللي هتقام في اندونيسيا، وتتوقع الموافقات الحكومية واستيفاء الامور. طالما بنتكلم برضو عن الحاجات الحلوة اللي فيها وفاء، النهاردة لجنة المؤهلة